السلام عليكم، ازيكم؟ لاحظت ان مؤخرا في العديد من الفيديوهات المنتشره من زملاء المحامين بيتكلموا فيها عن الربط بين منظومه تنفيذ الاحكام وبين الشهر العقاري. للاسف في بعض المعلومات ممكن تكون مش دقيقه بشكل كافي. في ناس كتيره بيقولوا يا جماعه اللي هيروح الشهر العقاري وعنده قضيه هيتقبض عليه وهيتنفذ عليه الحكم. طبعا الكلام ده او المعلومه دي غير دقيقه يعني بشكل كبير. انا للحظه اللي انا بتكلم فيها دي ما شفتش اي منشور رسمي نزل لا من وزاره العدل ولا من النيابه العامه على الصفحات الرئيسيه ليهم الموثقه ولا اي حاجه بتخص الموضوع ده. ولكن يعني انا سالت طبعا بعض الزملاء وسالت ناس من اللي بتشتغل في الشهر العقاري، قالوا لي ان الفكره مختلفه تماما عن اللي بتتقال دي. كل الموضوع ان مش هيتم ربط منظومه الشهر العقاري بمنظومه تنفيذ الاحكام. اللي هيحصل ان هيتم ربط منظومه الشهر العقاري بمنظومه النيابه العامه. وده ليه؟ لان اوقات كتير جدا بيكون في عندنا متهمين محبوسين وفي توكيل بالتصالح، فالنيابه بتبعت استعلام علشان تشوف التوكيل ده مظبوط ولا مزور. اوقات بقى الاستعلامات دي بتطول، ممكن تاخد شهر او شهرين. في خلال المده دي ممكن المتهم يفضل محبوس وغيره وغيره وغيره. اوقات كتير النيابه بتكون عايزه تستعلم عن صحه مستند معين او محرر معين، فبتبعت الاستعلام للشهر العقاري بياخد مده طويله. في خلال المده دي مفيش اي اجراء بيتم وممكن متهمين يفضلوا محبوسين الفتره دي كلها، فطبعا ده بيكون في ضياع لحق الموكل. بالاضافه ان برضو الشهر العقاري اوقات كتير جدا بيجي ان هو يتمم بعض المعاملات مع اشخاص معينه او على يعني حاجات معينه النيابه العامه ممكن تكون صدرت قرار فيها وقفت التعامل بيها، فبرضو تبقى المنظومتين مترابطين وبينهم كل التنسيق في كل الاعمال نفسها، لكن مفيش اي حاجه تخص الشخص نفسه ان لو عليه حكم هيتم القبض عليه وتنفيذ الحكم عليه. الشهر العقاري مش جهه تنفيذ احكام، وما اعتقدش ابدا ان هيحصل حاجه زي كده، لان لو حصلت حاجه زي كده ده انت هتقبض على مصر كلها. وده لان عنده مشكله كبيره جدا وهي تشابه الاسماء. اروح منها فين؟ ملهاش حل، ملهاش حل الا بقى الاجراءات العاديه بتاعتها. فبالتالي لو واحد النهارده رايح يعمل توكيل، رايح يبيع شقة، رايح يبيع محل، رايح يبيع عربية، فحياته كلها تقف. فطبعا الكلام ده هيكون فيه ضرر بالغ للمواطنين، لكن الصح أو اللي بيحصل هو حاجة لصالح الموكل أو لصالح المواطن. الناس قلبتها خلتها بقى إن هي بقت بعبع وفزعة، اللي هيروح الشهر العقاري هيتقبض عليه. طبعا الكلام ده مش مظبوط، لكن الفكرة إن اللي بيحصل ده علشان خاطر يساعده المواطنين، ان مفيش مواطن يتحبس وقت طويل، ان مفيش مواطن حقه يضيع. انت دلوقتي محبوس واقف على استعلام عن توكيل معين او استعلام عن سريان محرر معين احنا شايفين ان هو مزور، او في واحد بيتهمك بالتزوير، احنا هنستعلم عليه بسرعه في الحال، هنعرف بقى هو بالفعل سليم ولا لا. بناء على كده يا هتخرج يا قضيتك هتكمل. فالموضوع ملوش اي علاقه تماما بتنفيذ الاحكام الجنائيه، تنفيذ الاحكام الجنائيه مسؤوليه جهه ثانيه وليس مسؤوليه الشهر العقاري. ومحدش يقول لا ما هو ممكن يقعدوا حد من وزاره الداخليه، ما فيش الكلام ده، الموضوع ده هيبقى صعب جدا وما اعتقدش ابدا ان هو ممكن يتطبق، لان الشهر العقاري يوميا بيستقبل يعني مئات الالاف من المواطنين علشان يعملوا لهم خدمات معينه. فالفكره ان دي منظومتين ارتبطوا ببعض او منظومتين عملوا يعني كونكت ما بينهم علشان خاطر يسهلوا الامور عليهم ويسهلوا الامور على المواطنين، لكن ملهاش اي علاقه تنفيذ الاحكام الجنائيه. فمحدش يخاف، الامور مش زي ما هي متصدره تماما. طبعا في العديد من الزملاء اتكلموا في الموضوع بشكل صريح، وفي للاسف ناس اتكلمت في الموضوع ده يعني بشكل اعتقد ان هو عن غير يعني درايه كافيه، او ممكن يكون يعني الجلب المشاهدات او الريتش عموما. ف ده الموضوع باختصار، مفيش حاجه اسمها تنفيذ احكام مع الشهر العقاري. اتمنى تكون الصوره وضحت لكل الناس والموضوع بسيط، متشغلوش بالكم بيه، دي حاجة خاصة بين النيابة العامة وبين الشهر العقاري، فأنت كمواطن مالكش علاقة، دي حاجة لو أنت لا قدر الله عندك مشكلة جنائية أو مشكلة قضائية أو مشكلة في اتهام معين، الأمور بدل ما هي تاخد شهور هنسهل الأمور عليك، هتبقى تخلص في يوم، تخلص في ساعة، بسرعة، ده للصالح العام للمواطنين، فمحدش يقلق وسيبكم من الكلام اللي بيخوفكم ده. سلام عليكم.